السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة لوبا تيكنو. كنتمنى أنكم تابوناو وتلايكيو الفيديو وتبارطاجيو مع الإخوان ديالكم باش تعمل فائدة. اليوم إن شاء الله غنشوفو حلقة جديدة بموضوع دروب شيبين من علي إكسبريس لإي باي. يعني الإخوان اللي أول مرة كيشوفنا يعني غادي نعطي واحد الفكرة على هاد الطريقة هادي أو هاد البيزنس موديل اللي غادي نتكلموا عليه اليوم ان شاء الله، هو انك كتاخذ منتوجات من مواقع عالمية بحال علي اكسبريس وكتعرضها في الاكونت ديالك في اي باي او في ستور ديالك. يعني الى بغيتي تتبع معنا هذه الحلقة هذه ضروري انك تكون ديجا عندك اكونت في اي باي ملي مع الباي بال. اللي ما عندوش يعني ممكن انه يدخل القناة ويشوف المواضيع اللي دويت على طريقة فتح حساب على اي باي خطوة بخطوة. يعني ممكن انك تفتح اكونت في اي باي وكذلك في باي بال وتليهم، يعني تكلمت على هذا الموضوع. هذا الطريقة اللي غادي نخدمو بها اليوم هو اننا نلقاو موردين المنتوجات يعني بأثمنة، يعني أثمنة تنافسية، وغادي نعرضوها في الأكونت ديالنا في إي باي وغادي نحصلوا على هامش ديال الربح. اللي مهم على كل حسب كل منتوج والقيمة ديالو وكذلك البروفيت أو العائد اللي غادي نقدروا أننا نربحه من خلال المنتوجات هاد. أول حاجة غادي نعطيكم واحد الفكرة على الطريقة اللي غادي نخدمو بها. كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا مجموعة ديال المنتوجات اللي معروضة هنايا في علي اكسبريس، يعني ممكن انك تدخل وتشوف هاد المنتوجات هادو وتقلب على المنتوجات اللي معليهاش واحد لا كومبيتيسيون كتيرة ولا منافسة كتيرة. المهم غنجيو هنايا غنختاروا على سبيل المثال او ندخلوا لهاد المنتوج اللي كنشوفوا قدامنا. انفوا كنلقاو المنتوج يعني كناخذوا الصور ديالو الوصف ديالو وكنديروه في اي باي، وملي كيشري عندنا الزبون يعني كنشريو احنا المنتوج وكنصيفطوه ليه ديريكت لادريس ديالو بالمعلومات اللي كيشري بها عندنا في اي باي. المهم غادي ندخلو المنتوج اللي شفنا مع بعض اللي هو هاد اليو اس بي هادي. اول حاجة الاخوان اللي غادي نوصي عليها هي انه المنتوج اللي عنده تقييمات مزيانين يعني هو اللي غادي تخدموا عليه. يعني ما تلقاوش الناس كيشتكيوا من انه البائع ما كيشحنش او لا، يعني كاع المشاكل اللي ممكن انه تخليكم انكم توقعوا في مشاكل مع الزبناء ديالكم اللي كيشريو عندكم في اي باي، يعني ممكن انكم تيفيتيوها فقط بهاد لي ريفيوز اللي كيخليو الزبناء اللي ديجا شراو هاد المنتوجات هادو. يعني الا خلاو ليه دي بوزيتيف فيدباك هنايا يعني ردود فعل إيجابية، يعني ممكن أنك تخدم على هاد المنتوجات ديال هاد السوبلاير أو هاد البائع هذا بكل أريحية، يعني ما عندكش مشاكل. كما كتشوفوا هنايا 8451 أوردر، يعني تباعت 8451 قطعة من هاد المنتوج هذا. دابا غادي نمشيو ونشوفو الناس اللي كيديروا دروب شيبين تقريبا نفس هاد المنتوجات هادو. حنا غادي ناخدو فقط يو اس بي فلاش درايف او تي خي 2.0، غادي نديرو ليها كوبي وغنمشيو لاي بي وغادي نقلبو على هاد المنتوج هذا. يعني حنايا غادي نكونو ديجا حالين اكونت في هاد الموقع اي بي وغادي نعرضو في هاد المنتوجات هادو اللي كنجيبو من علي اكسبريس. كما كتشوفوها هو تقريبا نفس المنتوج،
بأثمنة غير الأثمنة اللي كاينة في علي إكسبريس. كما كتشوفوا هذا المنتج هذا 4 جيجا كي دايرة 2.80. غادي ندخلو حنايا الإيباي ونشوفو هاد المنتوج هذا، ندخلو لهاد الأولاني. كما كتشوفو تقريبا كيبيع 4 جيجا ب5.49. حنا غادي نختارو نديرو بلاك، وغادي نديرو 4 جيجا هنايا في الكاباسيتي. غادي نديرو 4 جيجا، غادي نلقاو بأنه كيبيع ب5.49. باش غنعرفو شحال غادي نربحو في هاد المنتج هذا، يعني كنجيو لهاد الموقع هذا فينال كالك، غادي نجيو لهنايا وغادي نديرو ايتم كوست اللي هو 2.80. نجيو لهنايا في الايتم كوست، غادي نديرو فيه 2.80. البرايس اللي كيبيع به هاد البائع هذا في ايباي يعني كيبيع تقريبا بشي 5.49. غادي نجيو لهنايا غادي نديرو 5.49. تقريبا كيربح هو 1.06 دولار. من بعد ما ايباي كتاخد في البورسنتاج ديالها 0.55، وباي بال كياخد 0.54. المهم كتبقى عليه هو 1.06 دولار. ملي كنعاودو نجيو نشوفو منتج اخر او لا بكاباسيتي اخرى، يعني كنديرو 64 جيجا، كنديرو بلاك كيبيع ب9.49. يعني غادي نمشيو عاوتاني لاي بي علي اكسبريس وغادي نسيليكسيونيو 64 جيجا، ام تقريبا ب4.94. كنجيو هنايا كنديرو ايتم كوست 4.94. الثمن اللي حط به البائع في اي باي هو 9.49. يعني كنجي نعاود تاني لهنايا كنديرو 9.49. تقريبا كيربح 2.88 في كل منتج باعو. يعني هذا هو صافي الربح ديالك باش تعرف انك رابح او لا خاسر في المنتوج. يعني ضروري انك تقوم بتسعير المنتجات ديالك عن طريق هذا الموقع هذا باش ما تكونش خاسر. يعني نقولو في المثال غادي نديرو حنا 8.49 دولار. دائما كنربحو 2.03. يعني هنايا باش نعرفو هاد الطريقة هادي، إلا بغيتي تنقص عليه يعني كتنقص، ولكن من الأحسن أنك دائما تكون ما تكونش ناقص بزاف. يعني هو بعديجا 4 ديال لي برودكت من هنايا، والاكونت ديالو راه جديد، يعني 13 فيدباك، يعني ماشي شي واحد اللي قديم. يعني يلا بدا وشويه بشويه، يعني الانسان كيتعلم بزاف ديال الامور. كما قلت لكم الاخوان، انفو كنعرضوا المنتوج ديالنا على اي باي، انفو كيتباع كناخذوا المعلومات ديال الزبون اللي شرى من عندنا وكنشريو بهذوك المعلومات ديالو. يعني ما كديرش السميه ديالك او لا العنوان ديالك، كدير السميه والعنوان ديال الزبون اللي شرى عندك في اي باي مباشره. السيلر هنايا راه كيصيفط المنتج ديريكت للزبون ديالك في اي باي، وهكذا يوم بعد يوم، وكتقلب على منتوجات اللي ممكن انك تربح فيها واحد شوية. إلا عندك منتوجات بزاف يعني
مع الاستمرارية غادي تولي تدخل مبالغ محترمة. يعني هذا فقط للناس اللي بغاو يشتغلوا على هذا الدومين. هذا إن شاء الله غادي نشوفه خطوة بخطوة كيفاش أننا ناخذوا هذه المنتوجات هذو ونعرضوهم عندنا في إي باي، وكذلك طريقة إرسال هذه المنتوجات هذو للزبناء ديالنا. حتى لهنايا كنقول لكم السلام عليكم، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله اللي غادي نتكلموا فيها على كيفاش أننا نخدموا من علي إكسبريس خطوة بخطوة. كذلك غادي نتكلموا على مجموعة ديال المواقع الأخرى العالمية، وكذلك المواقع اللي ما تكلموش عليها الناس، يعني غادي يكونوا مواقع حصرية، والطريقة اللي غادي تلقى بها هاد لي سوبلاير ولا هاد الباعة اللي كيبيعوا بالجملة، وكذلك الباعة اللي موثوقين عبر الانترنت، وطرق الدفع كذلك غادي نتكلموا عليها. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.